في رحلة المسميات والأسماء جمال تاريخي ولغوي لا يعلى عليه، ولغتنا العربية لها أبعاد وترادف وتقليم وتدرج لا يوجد في أي لغة أخرى، ولهذا في اللغة العربية لكل اسم معنى شاخص، ابحثوا عنه وشوفوا أصل الكلمة وماذا تعني. والأوليين عندنا ولا زالوا يسمون هذا البناء الصخري أو بالحصى كعلامة تؤدي إلى مكان معين أو طريق إلى كهف، وهناك اسم آخر لكهف يحمل كلمات كالسرب والدود، ولأنها عربية فلا بد أن يكون لها معنى. ولكن أحيانا بعض الأسامي العربية محليا بحسب اللهجة لها معان ومقاصد أخرى. دروب قرى، تابعونا. لاحت فصاح زمانها وترنم وتمايلت وتبسمت فتبسم ممدوحة فنانة براقة حسناء ترفل بالجمال تناعما. لو قلت لكم كلمة المهند سيأتي في بالكم مباشرة سيف عربي ذات انحناء جميل، صح؟ ممتاز. وفي المقابل نحتت الكثير من مسميات الأماكن بسبب أشكالها أو نسبة إلى قاطنيها. حوران على سبيل المثال هي من المناطق الخصبة في بلاد الشام، وعرفت كإهراء روما أي حقل الإمبراطورية الرومانية الخصب، وحسب اللغة الأرامية فهي تسمى بحرم أي بلاد الكهوف، تكاد لا تخلو كل منطقة فيها من الكهوف. وعلى فكرة هذا الكهف والمكان اللي أنا فيه ليس في بلاد الشام، نوجه لهم التحية أخواننا في بلاد الشام يعطيهم الصحة والعافية. نحن في بلادنا الحبيبة في منطقة مليحة التي سكنها البشر منذ آلاف السنين، هنا الآثار وهنا الأثر لهم موجود، وكما لو أن الحقبة التي كانوا يعيشونها في ذاك الزمان في بلاد الشام كانت أيضا هنا حقبة لكن قصتها لم تروى بعد. عموما نقبل دربنا اليوم. الكهوف أو المغارات هبة جيولوجية آسرة لما كان لها دورا كبيرا في إيواء الإنسان في بداية الحضارة، ولكونها مهدا للاكتشافات والحلقة الأولى في حل منظومة آثار التطور البشري لوجود الكثير من الرسومات والآثار اللي تركها الإنسان الأول. في رحلة البحث هذه نأتي على أحد الكهوف المميزة في دولة الإمارات وبالتحديد في إمارة الفجيرة، هذه الإمارة الزاخرة بالكهوف والمغاور في جبالها. فيها كهف يسمى بكهف سرب الدود، نعم سرب الدود، كان الأشهر والأكثر استنفارا لجهود البحث من فريق العمل ليس فقط جيولوجيا وإنما أيضا وصولا إلى أصل التسمية. تعالوا نكتشف مع بعض. السرب هو المكان الضيق أو الدرب الضيق أو المسكن، يعني يسمونها السكنة باللهجة المحلية. وعلى سبيل المثال هذه أيضا سكنة، سكنة العسل. شوفوا لي سبحان الله، يعني ممكن كان يأتي النحل ويبني خليته في هذا المكان، ولأن أهالي المنطقة منذ آلاف السنين كانت هذه إحدى مهامهم اليومية والموسمية في طبعا تجميع العسل من خليات النحل اللي موجودة طبعا في الجبال وهي من أجود الأنواع. الأمر الآخر أن المكان يمنح نوع من الأمان، وطبعا ممكن أن يختبئ فيه الشخص إذا كان في هناك حيوان مفترس. فعموما كان الإنسان أو إذا واجه أي تخوف من أي حيوان مفترس موجود أو حرب أو غزو أو أي مشكلة تكون موجودة يستطيع أن يختبئ بمفرده، لأن المكان جدا جدا ضيق. في اللهجة المحلية يقولون سرب. الآن هل كلمة سرب هنا في اللغة العربية نقصد بها كهف؟ كلا،
هل هي تقصد عند أهل المنطقة في لهجتهم أنها مكان يحتويك نوعا ما؟ نعم، مسكن سمونها السكنة الصغيرة في الجبال فتسمى بالسرب. طبعا الآن أكيد الكل يستفسر عن كلمة الدود، ويمكن هي أسهل كلمة أغلبنا بيظن نعم هي ديدان الأرض، ولكن ذلك غير صحيح. كلمة الدود هنا مختلفة تماما عن ما نظن. لما سألنا أهالي المنطقة قيل بأن الدود يقصد به الشخص الأكول. كيف؟ قالوا إن الشخص اللي كان يتردد على هذا الكهف، كهف سرب الدود أو هذا السرب، أن كان شخص يحب الأكل بشكل لا يتوقف، لدرجة أن الناس يوم تشوفه تقول له يا أخي أنت ما تشبع، دود يعني فيك دود من كثر ما يأكل ما يشبع. فقد تكون هذه إحدى عاداته عند المنطقة وهو ساكن معاهم، ولكن لأنه يتردد كثيرا على هذا الكهف فتم تسميته على ذلك الشخص المعروف جدا بأنه يأكل كثيرا. وعند أهل المنطقة في لهجتهم الذي يأكل كثيرا دائما ما بقول أنه يعابون عليه، لكن نعم يعني يقولون أنت ما تشبع، بطنك في دود، فلقب بالدود فسمي بكهف سرب الدود. زين، هذا المكان اسمه سرب الدود. إيه اسمه سرب الدود. والدود تتبع لمنو؟ تتبع يمكن الحج يتردد يسير ويرجع. أيوة، ويرجع المكان هذا في هذا وليش ينضم فيه مكان. وليش سموه زين؟ ليش سموه دود؟ يمكن يسوي هذا ياكل هنا عباره ياكل زياده اسمه سرب الدود. قالوا له يمكن شيء في بطنك او شيء إيه؟ ما يخلص اكل. هذا اسم من زعام من سمعت عنه من عشتنا. يا الله، اي من حقة العقل، عمري فوق 72 الحين يمكن. الله يعطيك الصحه والعافيه. يمكن فوق 72. الله يعطيك الصحه والعافيه. اي طوفت 60 ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يواليك الصحه الله والعافيه يا رب. الله يعلم. الله يعطيك الصحه والعافيه. ذكريات جميلة والله. الحمد لله. اليوم تعلمنا شيء وتعرفنا على شيء. الحمد لله. ذاك الزمان. زمان. غير عن هالزمان. زمان وقت ذاك وقت تعب. إيه. الحين الحمد لله اللهم لك الحمد، الله يخلي الله يرحم زايد. آمين. والحكام ويخليهم يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. الله يحفظهم جميعا. الحين برحمة. الحمد لله. جنة. الحمد لله. الله يغير علينا. وايد برحمة. يعطيك الصحة والعافية. رحمة وايد رحمة. الحمد لله. الله يخليهم. الحكام كلهم. الحمد لله. جميع. الحمد لله. نحن محظوظين ويانا اخونا ابو طلال، مغامر ما شاء الله ويفهم الهبال بشكل ممتاز. حالك يا ابو طلال؟ الحمد لله. طيب ان شاء الله. الله يطول لي في عمرك. انا سمعت ان في مبادئ وفي قوانين وارشادات خاصه. اكيد اكيد. من ايام قبل الى اليوم. من ايام قبل لليوم ما في. خبرني عن السرب بشكل عام، انتم اصلا تقولون هاي الكلمه بشكل يومي يعني بينكم؟ السرب هي لهجه عاميه. تمام. ما بين الكل في اماره الفجيره. ومعروف بالاكثر على شو اسمه على المناطق اللي هي المناطق الجبليه هنا من جهه دبا وما جاورها. وتقصدون بها موضوع النحل؟ اسمع كله خلايا نحل، يقول لك سرب فلان وسرب فلان. شو السرب هي يا مقطع او مقلع وسرب، ثلاثه هي. هاي يبالي نركز. يا مقطع يا مقلع يا سرب. مقطع ومقلع وسرب وكلهن تختص في موضوع وجود خليه النحل بس قبل طبعا المكان اللي ينمو فيه. هي. يتكاثر فيه المكان اللي يتم فيه طبعا العسل انزين. وهذا طبعا يسمى في عاد تندرج تحت اسم محتشم. بعد كلمه جديده الحين. المحتشم نعرف يعني اوكي الكلمات الكلمه نفهمها. بس شو المقصود بها المحتشم؟ نعم، اللي هو مكان خاص لسين من الناس. المحتشم تقصدون به المنطقه مثلا المكان اللي احنا فيه هذا فيه له محتشم؟ هذا له محتشم. الله اكبر. راعي المزرعه هذه او البيت هذا؟ نعم. المحتشم له. والمحتشم المقصود به الجبل. الجبل هذا واذا كان في خلايا نحل. خلايا نحل بتكون له. اوه، في المحتشم هذا محتشم فلان. طبعا ابو طلال انت ما تقصد هني بشكل قانوني وانما بشكل عرفي بشكل مجتمعي. بشكل عرفي مجتمعي. الله اكبر. ما بين اهل المناطق هذه. جميل. شيء عجيب ولأول مرة صراحة نتقرب من هذا المعنى، وهذا طبعا على لسان أهل المنطقة. هنا يثبت شيء آخر بأن المسميات اللي موجودة كانت كثير منها على أشخاص من أجدادنا من الناس اللي عاشوا في المنطقة. هناك تسميات تكون على صفاتهم، وهناك تسميات تأتي بسبب التكوين الجيولوجي، يعني أشياء جميلة. الاسم مهم أن نتعرف منه ونتقرب منه، لأن تصبح القصة قريبة منك وتصبح تفهم أكثر وتتقرب أكثر. وهذا موسمنا، موسم دروب وقرى
كل ما أذكر اللحظات اللي أعيشها مع كثير من الزوار لبلادنا الحبيبة الإمارات أو لأي وطن آخر، دائما قوة الشعب ومجتمع ذلك المكان بمدى درايته ومعرفته وتعمقه في معاني المكان، معاني الأسماء، معاني التاريخ. الرابط الروحاني هذا يتأصل يوم ورا يوم متى ما كان هناك صلة. طيب إذا أنا من ولد في ذاك الزمان وغيري ما كان مولود في الفترة اللي سمي هذا المكان بذاك الاسم، لكن على الأقل أني أكون عارف أن هناك امتداد بشري وتاريخي وأنا أعلم به. أما فقط نحن نعبر من مكان إلى مكان، لا نعرف نوع الجبل، لا نعرف المد والجزر، وما نعرف الأشياء المهمة اللي إحنا أصلاً في محيطها، هنا يكون تقصير حقيقي. فهذه دعوة للجميع، مرة ثانية تمر على مكان شفت اسم ما فهمته، اسأل اسأل، حاول أن تأتي بالمعنى، وحاول أنك تمشي من بجانبه وانظر إلى المسمى، بتشعر بشيء من الانتماء بدرجة مختلفة. طيب المكان يعني أكيد يعني قد يكون في بعض الحشرات المخلوقات السامة، لكن في نباتات معينة ويطلع منها علاج. تعالوا نتعرف على هاي النبتة. تعالوا خلاص ما بطل مليون. هلا 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 يا حي يا حي يا حي. الاخبار يا ساتر. شمع شمع شو داخلين حفله نحن؟ اخ يا علي جيب شيء يا اخي. اهدى اخ علي علي اقرب اقرب. ماسك ماسك ماسك. اخ علي جاينك جاينك جاينك. لحظه لا تحاتي لا تحاتي. مرة الحين خلصتك الدنيا مرة. اخ شو السالفة؟ شو جبت علي؟ جبت لك انا اقول لك اللي جبت لك اياه. جبت لك الصدر يا طويل العمر واللي بيحل كل امورك. تحس بحرارة يا اخي. ما عليك ما عليك الحين بتخوز كل شيء بيخوز. الصدر موجود لا تحاتي لا تحاتي. نربط ريلك وترجع متعافي ان شاء الله وامورك طيبة. وما في كل العافية اخوي. اذكر ربك كذا خلاص خالصين الحين خلص طرف يا طويل العمر. يا اخي انت متاكد ولا قاعد تخلص علي؟ هذا صدر الصدر يا ابو سعيد من ايام اجداد موجود وكان العلاج الطبيعي اللي يستخدمونه في الاسابيع انت بسرت. شوف امورك ما عليك نوضع طيب شوي ريحنا ان شاء الله. ورق السدر عجيب وسحري جدا سبحان الله. طبعا الحالة اللي مر فيها عمر الآن تتوجب أن نحن أولا نخرج السم، فنأتي بمشرط ونقوم بشط المكان أو طبعا وضع بعض الخطوط عليه عشان يتم عصره واستخراج السم، أو طبعا بمصة ونقوم ببصقة وانتم بكرامة للخارج. بعد ذلك نأتي بشمعة نولع الشمعة. نعم هكذا كان بعض الطب يقومون بذلك. الطب الشعبي السائل اللي ينزل من الشمع يتم طبعا صبه فوق الجرح، أو نأتي بالعقرب ذاته ونطحن العقرب اللي لدغ الشخص ذاته ونقوم بطحنه ونحطه في وعاء ماء ثم نصب الماء على مكان الجرح. كل هذه المحاولات ليش؟ عشان نتأكد من عدم تفاقم الالتهابات، وهذا هو نفس السبب اللي خلى أهالينا في السابق
الاعتماد على ورق السدر. لماذا؟ لأن بمجرد ما تقوم بطحنه وتضع عليه شوية خل أو ليمون يعمل بطريقة عجيبة، لأن فيه مواد هي طاردة ومضادة للأكسدة، وأيضا تحميك من تفاقم الالتهابات. هناك أيضا رأي يقول، وهذا في العلم الحديث ليس فقط في الطب الشعبي على فكرة، بأن يحمل على مواد لحمايتك من تسمم الدم. سبحان الله، هو على فكرة هذا مو بكلامي ولا كلام فقط أهالينا الأوليين، بل الطب الحديث أكد على ذلك. سلامتك، سلامتك يا عمر. شو نسمي المياه التي تخرج ما بين الصخور وتجتمع في عين؟ ماذا يسمى هذا الشيء؟ وأي قرية سميت على ذلك؟ لاحت فصاح زمانها وترنما وتمايلت وتبسمت فتبسما مملوحة فتانة براقة حسناء ترفل في الجمال تناعما دعت الكرام إلى مرابع جودها وبنت إلى قمم التسامح سلما غرست بباطن الأرض طيب عروقها وتوسدت ببهائها كبد السماء.